هو من أكثر أشهر ارتفاعا للحرارة، هو وشهر 8 زي ما حضراتكم عارفين. جو حر، جو حر جدا، جو نار، نار. أيام اللي جاية عاملة إيه؟ شديدة الحرارة. كان نفسي أقول لكم كلام غير كده والله، بس بقول لكم الواقع ده. أنا يعني مهتمة إن أنا أقول لحضراتكم ده عشان تبقوا أنتوا عارفين. إيه؟ منخفض موسمي هندي. ولما بنسمع كلمة منخفض الموسمي الهندي بنعرف إن فيه يعني جو غير طبيعي شديد الحرارة. طيب خليني أرحب بدكتورة منار غانم. دكتورة منار، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذ عزة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. واضح أنه يعني إيه الدنيا في العلالي في اللي جاية، درجات الحرارة. إحنا بدأنا اليوم بداية موجة شديدة الحرارة بتأثر على معظم محافظات الجمهورية. انتي هتقولي لي أهو الأيام الماضية كانت قيم درجات الحرارة حول المعدلات الصيفية المعتادة للوقت ده من السنة، اللي هو طبيعة الصيف وطبيعة شهر 7، ما بين 35 ل 36 درجة مئوية، مع طبعا تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، نسب الرطوبة بتزيد بشكل كبير. أيوة. وده اللي بيخلينا نحس كمان إن قيم درجات الحرارة أعلى من ال 35 أو ال 36. ده طبيعي جدا. طب قولي لنا بقى درجات الحرارة اللي جاية عاملة ازاي، لأنه واضح ان احنا لازم نستعد، مش عارفة نخفف احمال ازاي مع درجات الحرارة العالية دي. احنا طبعا النهاردة درجات الحرارة ارتفعت عن امس بمعدل درجتين، ومتوقع كمان مزيد من الارتفاعات يوم الاربعاء والخميس والجمعة، لان ذروة الارتفاعات هتبقى الخميس والجمعة عظمى على القاهرة الكبرى في الظل، هتكون 40 درجة مئوية. أيوة. محسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة تتجاوز 42 درجة مئوية، وأيضا في الظل. طبعا تعرضت لأشعة الشمس بحس بقيم درجات حرارة أعلى. عندنا طبعا محافظات الصعيد بتكون هي الأعلى في قيم درجات الحرارة، لكن أقل نسب الرطوبة، وبتتراوح ما بين 44. الأيام اللي جاية درجات الحرارة هتوصل 45؟ ده في محافظات الصعيد، الصعيد واسوان هتوصل ل 45 درجه مئويه، مخصوصه توصل ل 46 لان نسب الرطوبه منخفضه. هنلاقي الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط هي الاعلى في نسب الرطوبه، انها بتتجاوز احيانا 90%، لكن الاقل في قيم درجات الحراره ما بين 34 ل 36 درجه مئويه فتره النهار. ذروه الارتفاع اللي هناكد عليه اللي هي الخميس والجمعه، القاهره الكبرى 40 درجه مئويه خلال فتره النهار، محسوسه اعلى من ال 40، توصل 42 و43، والموجه دي مكمله معانا لحد يوم الاحد اللي جاي. يعني احنا على الاقل لحد يوم الاحد اللي جاي هنحس بارتفاع. مكملين في مكملين في السخان اللي احنا فيه ده بالظبط. يوم الاثنين درجات الحراره تنخفض، ترجع للمعدل مش بشكل كبير، يعني هي ترجع لل 35 وال 36 عظمى على القاهره الكبرى، لكن طبعا لسه في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه. مفهوم. وطبعا الموجه دي طبعا بسبب منخفض الهند الموسمي ومرتفع جو الطبقات الجو العليا. هنأكد بس على كل الساده المواطنين لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في وقت الذروه من 12 الظهر ل 4 5 العصر. نعم. أشعة الشمس عالية بشكل كبير، والعظمى بنسجلها في الوقت ده. وفي لو أنا اضطريت في الشارع أبقى موجود، يكون معايا طبعا غطاء للرأس الشمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، حتى لو مش عطشان معايا أشرب مية. صحيح. ميرسي دكتورة منار، ميرسي. عايزة أقول لحضراتكم على حاجة لفتت نظري.